على الخريطة. برنامجنا موجود على الخريطة، هنتكلم فيه عن أماكن موجودة على مستوى العالم، هنتكلم عن أماكن سياحية، هنتكلم عن أماكن مرعبة، هنتكلم عن أماكن شيقة جدا. كل حلقة من حلقات برنامجنا هنتكلم فيها عن مكان معين، أحداث وقصص وتاريخ. تابعونا ويلا معنا نشوف الحلقة. النهاردة هنتكلم عن مكان هو عبارة عن لغز. كتير جدا سمعنا عن أماكن مرعبة وعن أماكن مسكونة، لكن الغريب إن احنا نسمع عن مكان هو عبارة عن لغز فقط لغير. ده مش موجود غير في مناطق معينة على مستوى العالم. النهاردة هناخدكم رحلة سريعة لترانسلفانيا في رومانيا. طبعا أول ما بنقول ترانسلفانيا ورومانيا، أغلب المهتمين بأفلام الرعب وبقصص الرعب وقصص الماورائيات هيجي في دماغهم تلقائيا مصاصي الدماء والمستذئبين ودراكولا وكل الحاجات دي، والحاجات دي فعلا كلها موطنها رومانيا. لكن رومانيا مش مجرد بس بتحتوي على، يعني مش مجرد بس عندها الكائنات الغريبه دي او الكائنات مصاصي الدماء والمستذئبين بس، لا، رومانيا عندها اماكن مرعبه جدا. رومانيا هي من اكتر الاماكن المسكونه في اوروبا. رومانيا عندها اماكن كتير سيئه السمعه زي غابه هويا باكيو. غابه هويا باكيو دي سميت بمثلث برمودا اوروبا. كان سكان الغابة الأصليين بيعتمدوا على جمع الحطب وجمع الزهور وعلى الصيد، لكن مع بداية 1960 بدأ سكان الغابة يسمعوا أصوات مرعبة جدا، بدأوا يشوفوا أجسام غريبة في السماء، بدأت تظهر لهم أنوار غريبة في الغابة. الأصوات المرعبة كان منها أصوات ضحكات نساء وصراخ نساء وما إلى ذلك. وبدأت الأحداث الغريبة من سنة 1960، زي مثلا في مرة من المرات قطيع كامل من الأغنام كان عدده 200 اختفى بالكامل، ما رجعش منه أي شيء. ومن سنة 1960 الغابة سجلت كواحدة من أخطر الأماكن خطورة على مستوى العالم، وبدأ كل سكان الغابة يهجروا الغابة. الغابة نفسها مش بس الأحداث اللي بنتكلم عليها دي غريبة، الغابة شكلها غريب. يعني انت لو شفت زي ما في الصور اللي قدامكم ان الغابة الاشجار اللي فيها كلها على شكل او اغلبها على شكل علامات استفهام مقلوبة، وده في حد ذاته شيء غريب ومرعب جدا. معظم الاحداث الخارقة للطبيعة مش بتحصل غير في منطقة معينة من الغابة. المنطقة دي سميت بالدائرة الغامضة. الدائرة الغامضة ما فيهاش أي نباتات، ما فيهاش أي أشجار، على الرغم من إنها بتتوسط الغابة. لما تشوفها كده زي ما أنت شايف في الصور اللي قدامكم تحس إنها منطقة محروقة بالإيد، يعني كأنها شيء بفعل فاعل، على الرغم من السنين اللي عدت دي كلها وهي ما زالت هكذا، والموضوع ده ملهوش أي تفسير علمي. طبعاً كل اللي بيوصلوا للمنطقة دي بيحسوا بأشياء غريبة وبيحسوا بأشياء مرعبة جداً، وبيخرجوا مش فاكرين هم قضوا وقتهم ازاي في الغابة. ده طبعا اللي بيخرج منهم. في بعض الناس منهم صورت اطباق طايرة، في ناس صورت اجسام غريبة بتظهر في المنطقة دي بس من الغابة. سنة 1968 التقط عامل فني بالجيش يدعى إيميل بيرنيا صورة لأجسام دائرية غريبة الشكل زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم. الأجسام دي تشبه سفن الفضاء وتشبه الأطباق الطائرة. بناء عليه اتحرك فريق علمي من الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة كوش جيتس واثنين أصدقائه هم إيفان وليكس. لما وصلوا للغابة السكان الأصليين للغابة حذروهم من دخول الغابة لكنهم أصروا. دخلوا الغابة، جوش وليكس اتحركوا في اتجاه وإيفان اتحرك في اتجاه. جوش وليكس وصلوا للدائرة الغامضة وصوروا أجسام غريبة بالفعل، وجابوا عينة من الدائرة الغامضة. ولما خرجوا اتأخر إيفان، دوروا على إيفان ليو فاقد الوعي وعلى وشه أثار ضرب وعلى وشه أثار حروق، ولما فوقوه وسألوه إيه اللي حصل قال لهم إنه حس إن في رياح شديدة دفعته، إن في حد ضربه لكن هو ما يعرفش مين اللي ضربه، وكان في سخونة شديدة تحت أقدامه. في نفس الوقت قرروا إنهم ما يستكملوش وتنتهي رحلتهم لحد كده، وخرجوا وخدوا العينة وفحصوها، ما اكتشفوش أي شيء طبعا، يعني العينة ما طلع لهمش أي نتيجة من العينة اللي خدوها من الدائرة الغامضة. وبكده نكون وصلنا معاكم لآخر جزء من حلقة النهاردة، وهو
جزء القصص الواقعية والأحداث اللي حدثت بالفعل في غابة هويا باكيو. الغابة بيعتقد البعض بإنها باب لعالم آخر أو إنها باب لبعد آخر، لأن أغلب اللي بيدخلها طبعا بيبدأ بشعور غريب ما حسوش قبل كده، وفيهم اللي بيرجع واللي ما بيرجعش. وطبعا زي ما قلنا قبل كده إن اللي بيرجع من الغابة بيكون مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت معاه في الغابة، فالغابة ما سميتش مثلث برمودا من قليل. أول قصة معانا هي قصة الطفلة، طفلة عندها 5 سنوات دخلت الغابة. الطفلة بعد يوم واتنين وتلاتة واربعة وحتى سنة واتنين ما رجعتش، وتم إعلان وفاة الطفلة، لكن الجميع يفاجأ بعودة الطفلة بعد 5 سنوات من الغابة. طلعت الطفلة لكنها مش فاكرة أي حاجة، والطفلة دي تعتبر من القلائل جدا المحظوظين اللي رجعوا بعد غياب سنوات داخل الغابة. تاني قصة معانا هي قصة الكونت فلاد دراكولا وأشباح الفلاحين. طبعا كلنا عارفين دراكولا وعارفين إن هو كان من الناس اللي عندها تعطش شاذ للدم البشري. يقال إن تم قطع رقبة دراكولا داخل الغابة، وإن روحه ليومنا ده موجودة في الغابة وبتظهر للناس. أشباح الفلاحين، طبعا الفلاحين الرومان كانوا يعذبوا في الغابة دي من مئات السنوات وقتلوا في الغابة، فبيقال أيضا إن أشباح الفلاحين بتظهر، وأشباح الفلاحين لما بتظهر بتظهر في مجموعات أو ثنائيات، ما بيظهرش واحد لوحده. تالت قصة معانا هي قصة العروس. العروس هي فتاة دخلت للغابة هي وخطيبها، مشيت وحدها في اتجاه وخطيبها مشي في اتجاه، وبعد فترة ما لقيهاش خطيبها، لكن هو كمان ما يعرفش هي ازاي اتحركت من جنبه، مشيت ازاي، ما شافهاش. غابت يوم واثنين وثلاثة وما رجعتش، وللنهارده بيقال ان شبحها بيظهر داخل الغابة، لكن لما بيظهر شبحها بتظهر مرتدية فستان الزفاف. رابع قصة معانا هي قصة الهمس. طبعا مع الاحداث الغريبة جدا اللي بتحصل في الغابة، مش غريب ان سكان الغابة الأصليين يكونوا متواجدين في الغابة، مفيش حد ساكن في الغابة لكنهم ساكنين بالقرب من الغابة. في يوم من الأيام زادت الأصوات وزاد الهمس بشكل غير طبيعي، وزاد الصراخ داخل الغابة لدرجة اضطرتهم إنهم يتصلوا بالشرطة. ولما وصلت الشرطة 2 شرطيين دخلوا في الغابة، ولما خرجوا وأبلغوا تقريرهم تاني يوم كان التقرير بيقول إنهم لم يلاحظوا أي نشاط إجرامي داخل الغابة، لكن الشيء الغريب إنهم كمان سمعوا همسات شديدة وسمعوا أصوات صراخ، لدرجة إنهم تأكدوا بإنهم مش هيرجعوا تاني. وبعد يومين من خروجهم من الغابة كان حسوا بصداع نصفي شديد، وطبعا ظهر على جسمهم آثار الطفح الجلدي وآثار الحروق اللي لم يستدل على سببها إلى الآن. وبكده تكون خلصت الحلقة الأولى من بين